سلام، أهلا بكم من جديد. معكم أحمد حارك. دونك في هذا الدرس سوف نقوم بعمل تطبيق لوتنتيفيكاسيون اللي شرحناه في الدرس السابق تاع الباسورد واليوزر نيم. دونك هنا نستعملوا الاف ايلس، كريت بروجي اف ايلس كما راكم تشوفوا هنايا، كوبيت الكود اللي سابق. دونك هنايا باش نعملوا هذيك لوتنتيفيكاسيون واش خصنا؟ خصنا نطلبوا من اليوزر يعني يدخل الباسورد تاعو واليوزر نيم تاعو والباسورد. دونك هنا واش خصنا؟ خصنا يوزر نيم، يوزر نيم، هذا اليوزر نيم بيان سور تيب تاعو سترينج، ويخصنا وشي نفس الشيء، خصنا نوتر فاريابل اللي هو الباسورد تيب سترينج وشي باسورد باسورد. دونك يوزر نيم باسورد. دونك حنا نطلبوا من المستخدم واش يدخل، نقول له بليز انتر يور اي سي يوزر نيم. فوالا يوزر نيم، ابري كي يدخل هو اليوزر نيم تاعو، حنا اليوزر نيم هذاك نقراوه بالريد كونسول، وبيان سور الريد كونسول راهو سترينج، لازمنا نحولو من سترينج سترينج سترينج، يعني نقدروا نساويو سترينج بسترينج، يعني هذه نحيو هنا كونفيرت جوج تخليوها هكذا فوالا، لانه الكونسول تاعنا واش هو الكونسول تاعنا راهو سترينج واليوزر نيم تاعنا سترينج عادي جدا، يعني نقدروا نساويو سترينج بسترينج. المشكل ما نقدروش نساويو سترينج انتيجر، فوالا هكذا عادي جدا. نفس الشيء بالنسبه لواش، نفس الشيء بالنسبه لي باسورد، يعني نطلبو كذلك من المستخدم يدخل الباسورد تاعو انتريور باسورد. نجيو هنا الباسورد نقراوه كذلك من الكونسول، هنا طلبنا من المستخدم يدخل اليوزر نيم والباسورد، ابري نعملو له اوتنتيفيكاسيون. هنايا نعملو اوتنتيكيتد فوالا اوتنتيكيت، يعني عملية المصادقة اسك يعني يباسيك السيستم ولا ميباسيكش، نسيوك باش نخدمو هذا السيستم. دونك احنا دونك هنا واش عندنا؟ هنا نجيو نتحققولو اليوزر نيم تاعو، نقولولو ايف الشرطية اليوزر نيم تاعك هو يساوي يساوي، حاب يقول يساوي من دام سترينغ نديرو دوز ابول هاد، ونكتبو عاد اليوزر نيم تاعي باغ اكزومبل اريك، عاد الاسم اللي دخلتو اريك، قولي ويلكم يور يوزر نيم از كوريكت. فوالا هادي قبل ما نستعملو else خلينا نقولو if، يعني if اليوزر نيم كوريكت افيشي لي هادي، if الباسورد اوسي كوريكت، عاد الباسورد ايغال ايغال ديز 20 باغ اكزومبل، يعني هنا من دام هنا الباسورد سترينغ لازم نديرو دوز اكولاد باش يكون هذا سترينغ وسي. قول لي بلي الباسورد از كوريكت، وانا نحي النوت هادي از كوريكت. هذا السامبل يعني يجي هو يطلب منا ندخلو، ابري كي ندخلو يتحقق من اليوزر نيم افاك يقول لي راك كوريكت، وكي يلقى الباسورد كوريكت يقول لي راك كوريكت. فوالا ديرو كونترول اس شوفو تراش الريزلت اكزيكوت، فوالا ما كان حتى ايرور، نمدو كلش صحيح افاك اي ندخلو ديس دا خونت. فوالا كما راكم تشوفو قال لي ويلكم يور از يوزر يوزر نيم راهو كوريكت، ويلكم يور باسورد از كوريكت. نقدروا هنا نقولوا نحي ويلكم هذه دوزيام، نقول له اند لكان عاد هذا يجي يتحقق من هذا لقاه صحيح، ويتحقق من هذا لكان زاد لقاه هذا صحيح، في الثاني واش يقولنا؟ يقولنا اند باسورد از كوريكت، يعني ما نقولوش ويلكم هنايا،
هناك في جوجل ماب على جنب ويلكم يو ار اوثنتيفي فوالا سجلوا ونشوفوا النتيجة. نفرض انا ندخل كلش صحيح تسرع عملية اوثنتيفيكاسيون فوالا اهاك فوالا. هنا واش قال لي؟ قال لي يور يوزر نيم از كوريكت، يعني قال لي راك دخلت غير اليوزر نيم كوريكت، مي احمد ما قال لي عليه حتى حاجة لانه يعني جا فيريفيه كاع ماهوش لي كونديسيون موش فيريفيه خرج ديريكتومون ما حبش يكسر راسو. مي بار كونتر كي دخل عاود نيكزيكيتيف يعني هنا تبقى انت تقعد تستي يعني تشوف واش قاعد يصرا هاك. نفرضوا بلي دخلت كوريكت فوالا واش يقول لي؟ يقول لي اليوزر نيم كوريكت والباسورد كوريكت ويلكم يو ار ايدونتيفي، يعني راك معرف. ايماجينو مانتنو يعني حنا هنا دي بلوك جا اكزيكيت البلوك هذا لقاه كوريكت نفذ لي واش داخل الايف، زاد جا كاع ايف لقى الكونديسيون صحيح دخل لي واش داخل الايف. باغ اكزومبل كي يجي هنا يلقى هذه صحيح الكونديسيون صحيح اكزيكيتي لي هنا، يجي هنا يلقى هذا الكود خطا ما كسرش راسو كاع ما خش هنا ما اكزيكيوتاش هادي خرج هنا ديريكتوم كومبيلاتور. ايماجينو مانتنو نستعملو الالس ونشوفو يعني واش هو الديفيرونس. كي نستعملو الالس اف اكزيكيتيف يعني في ليكزيكيسيون دوك تبان المفهوم تاعها فوالا. نفرض انايا دخلت هذاك ودخلت كوريكت والباسورد كوريكت واش قال لي؟ يور يوزر نيم از كوريكت. قال لي غير هذه برك يوزر نيم از كوريكت، هذه يعني ما كاش نقولوا ما قاليش ويلكم راك ايدنتيفي. علاش؟ باسكو انا واش قلت له؟ قلت له اف اليوزر نيم صحيح، نعم صحيح افيشي لي هذه، بخلاف يعني هذه وقتاش افيشي لك هذه اللي هنا الكود اللي كاين هنا داخل هنا كي تعود هذه خطا. وباش نتاكدوا يعني هنا اف هذه صحيحه او ايزي كتاها لعت هذه خطا يعني بخلاف وكان الباسورد صحيح قول لي هذا الميساج نسيو ونيكزيكيتيو هذا الشيء اللي قلناه. عاودو نيكزيكيتيو نقولو اكزيكيت اليمون نجيو هنا ندخلو نفرضو بلي دخلت اغاك ان وندير اونتري وندخل صحيح الباسورد. يعني لكان هذا خطا يعني خلاف هذا يعني كيعود هذا خطا كنقولو اف يعني هذه الس اف يعني بخلاف يعني الا كانت الاولى خطا يعني هاي الاولى خطا ولكن الباسورد الداخل اف الباسورد صحيح اكزيكيتي لي هذه وهي كذلك. يعني الاول خطا الس اف يعني خلاف الاول يعني خلاف على الاول يعني كان العدد الاول خطا وكان الباسورد صحيح وكان الباسورد صحيح قول لي اند باسورد از كوريكت ويلكم يو ار ايدنتيفي. يعني نقدروا حنا نحيو هذه ونقولوا له كوريكت ويلكم ايدنتيفي. دونك هذه هي لا ديفيرونس اونتر كي حطينا الاف اف وقلنا الس اف. الالس هذه يعني خلاف الاول خلاف هذا الاول قول لي هذه. وتقدر انت تزيد يعني الس اف تقدر تزيد زيدا الس اف يعني كان هذا خطا وهذا خطا اروح لي هنايا وزيد قول لي الس اف. الس اف يعني بخلاف الشيء اللي ما سبق الاول وما سبق هنا اكزيكيتي لي الكود هذا. دونك هذا هو المفهوم يعني اون جينيرال تاع الالس اف يعني اف ومن بعد الس اف هذا الكونديسيون تقدر تزيد تزيد الس اف هذاك الكونديسيون اكسيتيرا. دونك هذا هو مفهوم تعلمنا على كيفاش كيفاش يعني نتحقق من لوثنتيفيكاسيون باستعمال الالس اف. نلتقي في دروس اخرى بتفاصيل اكثر.